ميدان اللمسة لسباقات اللجنة العربية الأصيلة، وعلى بركة الله تنطلق هذه اللحظات وينطلق هذا الشوط، هذا الشوط السابع في أشواط هذا المساء، هذا الشوط خاص بلقايا أبكار لأبناء القبائل في هذه الانطلاقة على شرف كاس سيدي سمو الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه. ينطلق هذا الشوط في هذه اللحظات بمجموع من الأبكار في هذه الانطلاقات وأعداد مميزة، كل من هذه الأبكار لها رصيد في التحدي والمنافسة والفوز والانتصار. الآن في هذه الانطلاقة الكل مشاهدين الأعزاء على أعصابه في انطلاقته يتمنى أن يفوز بهذا الكاس، هذا الكاس كاس سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. شكرا أم القيوين، شكرا بالفعل. هذه الانطلاقات وهذه التحديات، نبدأ البداية ونسير إلى المركز الأول الشايب على صدارة الشوط، عبد الله بن سالم الفيدة المري على المقدمة، ولكن حصل تغيير، حصل تغيير من قبل شعار بشاوي، هذه نواصي لعلي بن خلفان بشاوي الغفلي اللي غيرت واحتلت المركز الأول مشاهدين الأعزاء. المركز الثاني تأتي الشايبة عبد الله بن سالم الفيدة المري، أما المركز الثالث يصل في هذه أو تصل في هذه اللحظات خطير، احتلت المركز الثالث شعار البرنس يتواجد، جار الله بن محمد بن عقيل المري وصل في هذه الأثناء، بينما المركز الرابع هذه الظبي لسعيد بن عامر النيادي من يحتل المركز الرابع مشاهدينا الأعزاء. والمركز الخامس هناك بشاوياتي من خلال الدفاع والهجوم يقدم لنا وطيس، إنها حرب وطيس، ياتي علي بن خلفان بشاوي الأغفلي ليحقق هذا الكاس، أكيد نازل بكل العتاد، نازل بكل القوة في هذا الشوط وهذا التحدي. بينما المركز السادس، المركز السادس نشاهد سلهودة لخالد بن عيد بن علي الراعي، هو الآن من يتواجد ويحتل هذا المركز، هو المركز السادس. إذن تنطلق هذه الفعاليات، تنطلق مشاهدين الأعزاء أشواط المحليات الأصايل من سن اللقاية في هذا المهرجان، في هذا المهرجان. إذن هذا الختامي، في يوم ختامي يحمل لنا هذا الشرف الكبير بالانطلاقات وهذا الحضور السامي لكل أصحاب السمو الشيوخ الحاضرين المتابعين للانطلاقات والتحديات، إنه مهرجان التحدي، مهرجان الحب والسلام. انطلقت على مسيرته في هذه اللحظة، تعود خطيرة، تنتزع المركز الأول، تستمر في إذاعة الخطر حتى اللحظة، إنها خطيرة لجار الله بن محمد بن عقيل المري. الله يا البرنس يعود إلى المركز الأول في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني، المركز الثاني نواصي نواصي نواصي، هل تواصل نواصي هذا الأداء لعلي بن خلفان بشاوي الأغفلي ذاتي في المركز الثاني لتقدم كذلك أحد الإنجازات في هذا المساء، إنجازات واضحة ما يبغي لها أي شيء، لكنها بلا شك بلا شك تعمل لها جد واجتهاد. المركز الثالث يصل كذلك البرنس، يصل البرنس، هناك هناك التحدي، هناك الهجوم القادم، وصلت الطيارة، سالم بن محمد بن عقيل المري يقدم كذلك الطيارة في هذا المشوار. والمركز الرابع أيضا البرنس قادم مع وجود الشاهينية، جار الله بن محمد بن عقيل وصل مع المركز الثالث، المركز الرابع هذه اللي وصلت الآن، أو في المركز الخامس خلفان علي بن خلفان بشاوي الأغفلي يقدم لنا من خلال المسار وطيس لتحتل المركز الخامس، المركز السادس نشوف شعار من يتدخل في هذه اللحظات، ها هو شعار بالحوتة محمد بن سالم بالحوتة العامري وصل مشاهدينا الكرام، احتل المركز السادس، الكيلوين الأخيرين على تمام هذا الشوط، على نهاية هذا الشوط، ولا زال البرنس الذي يقدم هذه الأسماء في طليعة الشوط، في طليعة الشوط يقود هذه الأسماء بالخطر، الخطر المستمر مع خطيره، مع خطيره، مع خطيره. الله يا خطيره، هل تفوز بهذا الكاس؟ هل تفوز بهذا الكاس؟ إنه رمز من رموز الرياضة. يا خطيره لا زالت مسيطرة، يضيف إلى خطيره الطيارة، الطيارة وخطيره، الطيارة وخطيره مشاهدينا الأعزاء. وهنا جار الله بن عقيل المري صاحب الثنتين على المركز الأول، يلا يلعن
النابي، يلا يا العنابي. والمركز الثالث ايضا تصل في هذه اللحظة الشاهينية لبن عقيل، المركز الخامس يصل كذلك بمشكورة بن عقيل. الله، الاخوان هاجمين هجمة على الكاس، ما عندهم الا نية الفوز، ما عندهم الا نية الفوز. الله، رباعي الشوط وعنابي يا بن عقيل، يا بن عقيل خلاص، روح بالكاس، غادر بالكاس الى الشحانية، الى قطر، الى العنابي. رباعية على الشوط تحمل اسماء البرنس جار الله بن محمد بن عقيل المري. هل من ملاحق؟ هل من منازع؟ هل من منافس في هذا الشوط؟ المركز الرابع هناك يتواجد محمد بن سالم بالحوتة العامري، ولكن خلاص غادرت الطيارة، وطارت الطيارة، وحلت الطيارة. الله، يا الطيارة سافر على البزنس يا أخوي، سافر على البزنس، وروح مع الطيارة، روح. هذه الطيارة أمامكم الطيارة، يا مبارك أو يا سالم، يا ابن محمد، يا ابن عقيل في المركز الأول في صدارة الشوط. حرك اللي تبغي يتحرك، وابن عقيل لازال مع خطيرة، بعد لازال يؤكد مع وجود خطيرة. وصلت الأسماء يا ابن عقيل، وصل الجو العنابي، ولكن العنابي رباعي في هذه اللحظة، في هذه اللحظة انطلقت هذه مشكورة الشاهينية، ولكن الله، الشاهينية في اللحظة الأخيرة. شوفوا هذا المنظر، شوفوا هذا الصورة، صور يا أخوي أبو عدنان، صور وعطنا لقطة خاصة لنهدي بن عقيل. رباعية على الشوط تحكي لنا مسار الشوط في هذه اللحظة الشاهينية، ولكن الله، وصلت الشاهينية. محمد بن جاسم بن براد المزروعي، وصلوا هالي الغربية، لكن بن عقيل محافظ على هذا التقدم. عاد من جديد الكاس شحاني في هذا الشوط. تهانينا يا بن عقيل على هذا الفوز وعلى الانتصار. كسيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تنتزع مشاهدين الأعزاء في هذه اللحظات، في هذه التحديات الشاهينية، هذه اللحظات الأخيرة، اللحظات النهائية. سلام للشحانية، تحية واحترام لهذا الشعار من خلال الانطلاقة على المركز الأول والثاني والثالث. تهانينا بن عقيل. المركز الرابع يأتي بن براك مع الشاهينية محمد بن جاسم بن براك. المركز الخامس وصل بن عقيل مشاهدينا الأعزاء في شوط مثير، وشوط حمل الإثارة والتحدي بقوة في هذه الانطلاقة. إنه شوط مميز في هذا التحدي مشاهدينا الكرام، حمل هذا العنوان الكبير وهذا العنوان التحدي المميز من خلال الانطلاقات والتحدي لنهدي جار الله بن محمد بن عقيل المري ليفوز بهذا الكاس المحليات الأصايل، ويقدم مشاهدي الأهالي الشحانية 7:51 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لجار الله بن محمد بن عقيل المري على فوز الشاهينية بالمركز الأول. أيضا المركز الثاني لبن عقيل، هناك مشكورة لسالم بن محمد بن عقيل. 7:52 وجزئين من الثانية. تهانينا على الفوز والانتصار. بينما المركز الثالث كذلك البن عقيل مشاهدين الأعزاء، حصل 7:52 4 أجزاء من الثانية كان توقيتها في المركز الثالث أيضا لبن عقيل في هذه الانطلاقة. جار الله بن محمد بن عقيل المري ثلاثية على الشوط، ينتزع هذا الشعار العنابي. لك التحية والفوز والانتصار، وسلاماتنا لهالي الدوحة وهالي الشحانية على هذا الفوز.